محتاجين نفهم اكتر، لان في بعض المعلومات اللي لازم نقولها عشان تهم الفئه دي من الناس او الجمهور اللي بيتابعنا دلوقتي. فئه كبار السن على سبيل المثال مش كلهم ان هم صغيرين بيمارسوا رياضه، يعني في ناس كتيره جدا مارست رياضه عن كبر، في ناس كتيره جدا ما بتمارسش رياضه خالص. يعملوا ايه في سن معين بعد ما نعدي مثلا 50 او 60؟ ازاي نعوض اللي فات عشان نقدر ان احنا جسمنا يعني زي ما بيتقال يشتغل بشكل افضل؟ طب هو كبار السن مبدئيا لازم نعرف حاجه واحده، هم ليه بنسميهم كبار السن؟ ان هم بيعدوا مرحله ان هو ما بيعرفش يعمل كنترول على نفسه، او ما بيعرفش يتحرك كتير، او خلاص اللي بيحصل له زي عمليه ضمور في العضلات، او العضلات بتاعته بتضعف. طب عشان تقوى العضلات دي رقم واحد لازم يكون بياكل كويس. لازم نظام الغذاء، لان اي مجهود بنعمله في الدنيا بيعمل هدم للعضلات، بيقطع في الالياف العضليه. ايه اللي بيبني العضلات؟ هو الاكل والنوم بس. اكل صحي متفاوت في المواعيد، يعني كل 3 ساعات وجبه، ده مفيد جدا ومهم جدا عشان ابني العضلات اللي احنا نقطعها. هو صح ان احنا نقطع العضلات، اصل مصطلح مرعب. هو طبيعي جدا ان احنا بنقطع العضلات، هو ما فيش يعني، هو جسم البني ادم بيتكون من هيكل عظمي، فوقيه هيكل عضلي، فوقيه طبقه دهون، فوقيه جلد. تمام. فاي حركه بنعملها في حياتنا بنستخدم فيها العضلات. طب العضلات دي لما بتتحرك بيحصل تقطيع للالياف العضليه عشان لما ناكل تتبني العضلات دي. فهي دي الفكره بتاعت هدم العضلات او تقطيع العضلات. اوكي. غير الاصابات، احنا ما بنتكلمش عن الاصابات خالص، لا اصابات حاجه ثانيه. الاصابات بتحدث لما بنعمل تقطيع زايد على العضلات او لود زايد على العضلات، زي اللي بيحصل له مثلا شد في العضله او مزق في العضله، ده ناتج عن مجهود زايد. في فرق بين مجهود او اجهاد وان احنا بنعمل مجهود طبيعي خالص عشان نبني العضلات دي. كويس. طيب كبار السن برضو اللي احنا بنتكلم ان هم يعني عدوا سن معين، فبالتالي وظائف الجسم بتشتغل بكفاءة بالظبط، فبيتطلب منهم ان هم يمارسوا رياضة يمكن بوقت كمان اطول ولا بوقت اقل من الناس العادية؟ اقل، ما زيدش عن 45 دقيقة تمرين في اليوم. لان دي مدة الهدم، احنا بنقلل في مدة الهدم ونزود في مدة البناء. زي الطفل، ما الطفل نفس الفكرة، الطفل او الراجل الكبير بيتعاملوا نفس المعاملة. ليه؟ لان هو ده في مرحله بناء العضلات، وده في مرحله ان احنا نلحق العضلات قبل ما تضمر. هي نفس الفكره. احنا بنبني جسم هنا وده جسم بيتهدم، فاحنا بنحاول نخليه دايما يتبني.